لكم وانتوا راجعين من الاجازه جميعا ان شاء الله. بس ايه ده؟ البنت ورده فين؟ ما جاتش تقول لي الحمد لله على السلامه ليه؟ الف حمد لله على السلامه يا حاج. الله يسلمك ويخليك. ايه وصلت امتى؟ جيت من شويه يا دوب، رحت البيت غيرت وجيت لك. ده حتى اختك مروه حاولت تكلمك في التليفون بس انت ما ردتش. ايه؟ التليفون ما رنش. هو التليفون رن يا بنت ورده؟ لا يا سي فتحي، انا لسه داخله حالا دلوقتي، ما اسمعش حاجه بترن. سبحان الله، هتسمع بين منين؟ دي لسه داخله دلوقتي. وحشتني قهوتك يا ورده. قهوتي بس يا حاج؟ يعني الشاي لا؟ شاي؟ يا بنت ابو شاي. جبت لي معاك ايه يا حاج؟ ما تستعجليش على رزقك كده، ما تخافيش، ما نسيتكيش. انا جبت لك حته قنبله تنفجر فيكي وفي اهلك ويخلصني منكم. بس عليك يا حاج، انا هشتكي لست بهيجه، هي دايما اللي بتنصفني. انصفك يلا بتعمل لها ويمشي يمشي. الحمد لله على السلامه يا حاج، نورت الدنيا كلها. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. نورت مكتبك يا حاج. مكتبي؟ ده مكتبك يا ابني. قوم يلا يلا بطل، اتفضل اقعد على المكتب كده ووريني العظمه. انا ده مكتبك يا حاج؟ يا ولد يا ولد، انا سبت امك واختك مخصوص عشان اجي اشبرق عينيا بمنظرك وانت قاعد على المكتب منوره. يلا يلا. ونعم المعلمين. طمني يا معلم، وانا مسافر انت بعت ايه وايه من الاصناف؟ ايه اصناف؟ ايوه اصناف، اصناف الخشب. هيكون اصناف ايه يعني؟ بعت ايه من اصناف الخشب لما انا كنت مسافر؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. اظن ما الحاج جاب لك شيء وشويات يا بهيجه. لا مؤاخذه يا فوزي، كان عندنا يا اختي ورده صغيره ومقفله وفتحت، ما الحاج قدامك اهو ما تساليه. انا سامع اللي بتقوله واللي لسانها متدري منها دي. يكون في علمكم، بابا جايب لكل واحد شنطه مكتوب عليها اسمه. وطبعا فتحت الشنط وشفتوا فيها ايه؟ اما بلاش الحاجات دي يا اما، ما تزعليش ابويا مني. يا اختي هو لسه هيزعل؟ ما زعل من زمان على راي المثل، ضربوا الاعور على عينه، الخسرانه خسرانه. ولا حفظي والله، انا مستغرب انت ازاي طايق الولية حماتك دي. ما تقومش عليا بقى يا حاج، خليني كده ماشي جنب الحيط وكفي خير وشر. ولا جبت لي شنطه يابا؟ ليه يا حميده، هو برعي مش بيجيب لك اللي انت عاوزاه؟ برعي يجيب لها اللي هو عايزه، انما ابوها بقى ده حاجه تانيه، زيها زي بقيه اخواتها. انا مفيش عندي خيار وفقوس ابدا. والله يا حاج انت بتاع كلامه بس. جرالك ايه يا فوزيه؟ الله، ايه الكلام الفارغ ده؟ الحاج جاي تعبان ومش ناقصك. مش ناقصك يا نازك، سيبيها تهلفط في الكلام. انا خلاص خدت على جنانها. ده جرى ايه؟ هتفضلي تسخنيه كده؟ لكن مفيش فايده، نقبك طلع على شونه. شايف ابني بالذمه مش انا عايش فيه مورستان. طب بذمتك يا حاج وانا راضيه ذمتك. انا قلت حاجه تزعلها مني؟ تزعلها مني. لا مؤاخذه يا حاج، لا مؤاخذه، مالكوا يا نسوان؟ كل الزار اللي انتوا عاملينه ده عشان شويه الشنط اللي الحاج جايبهم. ما تزعليش يا زوزو، خدي يا حبيبتي شنطتي، بس لا مؤاخذه الهدوم اللي فيها مش هتطلع مقاسك. يا اختي يا اختي يا اختي، كر 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 جرايه، ده العادي. لو انا كنت اتخن منكم ولا اتخن منكم. الرجاله يقوموا معايا، سيبوا النسوان دول ياكلوا ببعضيهم. ما تقوم يا فتحي، ولا انت مش حاسب نفسك من رجاله ولا ايه؟ الله الله، ليه الكلام اللي مش موزون ده يا حاج؟ طب انا غلطان بقى اني رحت قعدت مكانك في المغلق؟ لو انت كمان قعدت مكان ابوك في المغلق، ليه عايز تورثه بالحياه ولا ايه؟ جرالك ايه يا فوزيه، يورثه ده ايه؟ ها؟ وبعدين ما يقعدش مكانه ليه؟ مش ابنه؟ مش ابنه؟ ايوه يا اختي ابنه، بس هبقى افهمك بعدين. بقول لك ايه يا فوزيه،
ما تقومي يا حبيبتي كده تلمي غسلك من على الحبل وتطبقيه وتسيبك من فتح ابني سيد الرجاله كله الا فتح ابني. يا حاج يا حاج كلامك موزون ومظبوط. تعالى تعالى يا حاج، ده في معركه هنا. تعالى قلت لك يا ابني قوم معانا، النسوان دي يودوا المورستان على طول. انا بقى غلطان لو رجعت المره الجايه غير بشنطتي وبس. بقولك يا حاج، المره الجايه يبقى خدنا معاك كل واحد يجيب اللي هو عايزه. اسم الله اسم الله، وياخدك معاه ليه يا حبيبي؟ هو في كل مره هياخد واحده من نسوانه. من نسوانه. لو انتوا فاكريني بروح اتفسح، يعلم الله انا بسافر عشان الشغل وبس. والواد بروح عارف شغل وبس. الشاي انت ورده؟ نعم. شوفي جبتلك ايه معايا. ايه دي؟ دي ازازه ريحه من بلاد بره. يعني هي دي كانت ناقصاني؟ مش عايزاها، خدها. ده ازازه غاليه قوي، بحط منها النسوان الهاي لايف عشان تعرفي بس ان انا كنت فاكري. بص يا سي بارعي، انا عارفه كويس قوي انت عايز ايه من ورا الازازه البتاعه دي بتاعتك. عموما انا الحاج يا اخويا جاب لي زيها واحسن منها كمان. والحاج برضو هيجيب لك حاجه غاليه زي دي؟ الحاج والست بهيجه عمرهم ما قصروا معايا في حياتها حاجه. وفتحي فتوحه ما قصرش معاكي؟ انت مالك يا اخويا ومال فتحي؟ متكد منه ليه؟ مهري منه ليه؟ عايز افهمك ان عشان ابليس في الجنه. ابقى بص في المرايه وقول الكلام ده لنفسك عن اذنك. ماشي يا بنت بشندي، انا وانتي والزمن طويل. رئيس برعي خليك في حالك انت دلوقتي. انا كنت بس عايز اطمنك على الشغل كان ماشي مظبوط يا معلم وانت غايب. قول لي يا مرسي. لا يا معلم، الواد فتحي كان بيجي هنا المغلق وانا مش موجود. من ساعة ما سافرت يا معلم الصبح وبعد الظهر وكنت بفطمه على كل الطلبات اللي كانت بتيجي. وردة. مالها وردة يا معلم؟ بقول لك افهم. بنتي دي كانت بتعمل معايا ايه؟ كانت داخلة وخارجة من عنده طول النهار يا معلم، ده يظهر فتحي ده كيف شغل مش قايل. كيف شرب الشاي عشان تعرف انك تربش وعينك متركبه بقفاك ليه بس يا معلم؟ قلت لك مش مره يا مرسي، طول ما انت مش موجود تبقى مفتح عينك وسط راسك وتقول لي على كل حاجه. ولا مؤاخذه يا معلم، ما اقدرش ادخل عليهم المكتب من غير سبب. البنت دي كانت بتقعد عنده كتير؟ لا ابدا يا معلم، كان كل مره تغيب لها يجي نص ساعه. نص ساعه هو من دعمي. نص ساعه اعمل لك الشيشة؟ لا الليلة دي راحة، انا ما نمتش بقالي 3 ايام. ابوك يهد حيلي في الشغل. وماله لما يهد حيلك؟ مش احسن ما يهد حيل ناس تانيين؟ قصدك مين؟ اخويا فتحي، سمعت انه كان بينزل يقعد مكان ابويا وانتوا غايبين. اخوك فتحي بيفرفر ازاي؟ بنت بشندي دبحته. بقى فتحي اخويا اللي مدوخ البنات كلها، توقعوا بنت بشنجي المقشفة. لعبت عليه وحطته في دماغها ونشنت ونشانها رشق. وماله خليه يرشق، يا ريت كمان يتدب على بوزه ويتجوزها، ساعتها ابويا هيكرهه ويتبرى منه. تفتكري؟ الا افتكر، ده هو ده اللي هيخلينا نتشفى في بهيجة، وساعتها فوزية هتتحزم وترقص علشان تغيظها. اسمع يا برعي، انت من ناحيتك انا عايزك تكبرها في دماغه وتشعللها، وساعتها هتبقى انت الكل في الكل. ايه مبلم كده ليه؟ بتفكر في ايه؟ في ايه بقى يا ست سيهان؟ عايزاني ضروري ليه؟ مع انك كنت معايا الصبح في الكلية. انا ما كنتش عايزة اكلمك قدام ليلى. خير؟ ده يظهر موضوع مهم قوي. خير يا ترى؟ شوف يا مروة، انت عارفة انا دغري ما بحبش اللف ولا الدوران. في ايه يا سيهام؟ ما تتكلمي على طول. ايه رأيك في علاء ابن خالتي؟ من ناحية ايه؟ يعني انا ملاحظة كده انه معجب بيكي، بس مش عاوز يتكلم معاكي علشان لسانك الطويل ده. انا لساني طويل؟ امال اقول ايه على لساني؟ ما هو الغريب ان اللي عاجبه فيكي لسانك الطويل ده. هو جابلك سيرة؟ ما انت عارفاه قليل وكرامته فوق قوي.
رغم انه زي ما قلتلك ناس على قدهم. يعني هم عشان ناس على قدهم يبقى لازم ما عندهمش كرامه؟ برضو معرفتش رايك. مروه ازيك، اخبارك ايه؟ الصدفه الحلوه دي. ازيك انت يا حضره الضابط؟ الحمد لله. كنت عند خالتي. انت شايف ايه؟ على العموم احنا النهارده قعدنا نقطع في فروتك. وانا تاريني قاعد في المكتب عمال اعطس واهر وشاول يا ترى مين جايب سيرتي. قلت عني ايه بقى؟ خلي سيهام تبقى تقول لك. احب اسمعه منك. يبقى في مناسبه تانية. ما خير البر عاجل. معلش عشان اتاخرت. مروه هو انا لو طلبت ان اشوفك بكره عشان اقعد اتكلم معاك شويه تفهميني غلط؟ اطمن، انا من ساعه ما شفتك ما فهمتكش غلط. الحقيقه انك كنت واضح، الا اذا بقى كان لك شخصيه تانية. بريء والله يا باشا، انا ماليش الا شخصيه واحده هي دي اللي حلتي. خلاص هشوفك بكره. ازيك يا ودن الارنب؟ عامله ايه؟ تسلمي من كل راديه يا است حميده. هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ لا ازاي، است مرقه موجوده. اتفضلي. اهلا اهلا يا حميده. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. امال مرات ابويا فين؟ خرجت. تعالي اقعدي. هي تشربي ايه؟ لا يا اختي ملوش لزوم. زنوبه نعملي يا است مرقه. اموريني يا حبيبتي. اعملي لنا كوبايتين شاي ولو في حاجه حلوه هاتيها. عينيا الاثنين. قولي النتيجة بتاعتك ظهرت ولا لسه؟ لا لسه ما طلعتش. ناجحة إن شاء الله. وناوية لما تتخرجي تشتغلي ولا تبقي زينا مستنية عدلك؟ والله ده يعني متوقف على التقدير اللي أنا هجيبه. تقدير يعني إيه يا أختي؟ يعني إذا كنت هنجح بتقدير جيد جدا ولا امتياز. وماله؟ المهم ما تعرفيش فتحي أخوك هيعمل إيه؟ ما أنتِ عارفة فتحي، محدش يعرف له حاجة. الله، هو مش شغال مع أبوكي؟ مين قال الكلام ده؟ مش كان قاعد مكانه بيدور المغلق؟ ايوه بس لما كان بابا مسافر. يبقى الكلام بقى اللي سمعته صح. ايه هو اللي سمعتي؟ حكايته مع بنت بشندي ورده. اه يا اختي ورده، ده بيقولوا غرقان في شوشته معاها. غريبه، انا اول مره اسمع الكلام ده. ده انا بحسبك عارفه وجيت اتاكد منك. يعني انت متاكده؟ إلا متأكدة، دول إخواتك كلهم ونازج وفوزية هما اللي قالولي. مالك مستغربة كده ليه؟ لا أنا مش مستغربة. بس يا خسارة، نقبها هيطلع على شونة. ليه؟ أنتي مش بتقولي إن فتحي بيحبها؟ هو إيه اللي فتحي بيحبها ده؟ وانتي فاكره ان امك ولا ابوكي هيوافقوا يدوا ابنهم الحيله لورده بنت بشندي؟ الحب ملوش حسابات يا حميده، ما يعرفش غني ولا فقير، دي نظره طبقيه. لا بقولك ايه، انا الكلام اللي انتي بتقوليه ده ما يدخلش دماغي ومش فاهماه. انا كل اللي عارفاه ان ابوكي مش هيوافق يدي ابنه لبنت بشندي بنت الغفير. ليه؟ سبق وان بابا وافق على جوازك من برعي. برعي؟ بتقارني برعي ببنت بشندي؟ هو في زي برعي؟ ده برعي ده يا حبيبتي دراع ابوكي اليمين، ده الحاج العقاد بجلاله قدره ما يقدرش يستغنى عن برع. ده برعي سبب الهيرمان اللي انتوا فيه ده كله. ده ابوكي ما بيسافرش سفريه غير لما ياخد برعي معاه. انا ما قصدتش والله يا حميده. لا 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 قصدتي ولا ما قصدتيش. اخس عليكي، برعي تقارني برعي ببنت بشندي؟ وريني انت يا حبيبتي هتتجوزي مين؟ قال برعي قال. هو في زي برعي؟ يا حول الله يا رب. برعي اخس عليكي. سلام يا اختي. كده يا فتحي اتاخرت عليك. المهم انك جيتي. من هنا ورايح الواحد لازم يراعي ازمه الشوارع. اللي يشوفك كده ويفتكر الجايه ماشي. ساعات المشي بيبقى احسن من انك تركب عربيه. عارفه بلدنا دي غريبه قوي، لا اللي جاي راكب مرتاح ولا اللي ماشي مرتاح. اما بقى اللي ربنا يكرمه ويركب مواصلات ده ربنا معاه. المهم تشربي ايه؟ كل مره انت اللي تعزمني. هانت وهي دي عزومات، بس هانت كلها شويه وعلق الدبوره التانيه ووريك العزومات الصح. طب انت مره وانا مره. انت عايزه تزعلي مباحث المخدرات مننا؟ تشربي ايه؟
هات لي عصير برتقال. برتقال من فضلك. عارفه يا مروه كلامك عن باباكي حسيت انه راجل طيب قوي. ده طيب قوي يا علاء، ده يعرف ربنا، ده بيبني جامع. على كده انت بتحبيه قوي. وهو بيحبني قوي قوي، ولا يمكن يفكر انه يغصبني على اي حاجه، عشان كده انا متفائله جدا. يعني مش هيبقى في مشاكل؟ ما افتكرش. كل اللي هيحصل لما هتتقدم لي انه هيسالني موافقه ولا هيقول لك شوف لك عروسه تانية. لا عروسه تانية ايه، انا قلبي اختار، ومش معقوله افضل قاعد كده معنس. يا ريت بقى بلاش نفرض سوء النيه. وبعدين انت مش واثق فيا ولا ايه؟ ما انا قلت لك الموضوع ده في ايدي. ايه مفيش اي ثقه؟ لا مش واثق في باباك، راجل غني زيه، ايه اللي يخليه يدي بنته لظابط لسه في بدايه الطريق ومن عيله على قد حالها؟ اولا بابا مش من الاغنياء اللي انت فاكرهم، بابا ده راجل عظيم. اولا بابا وافق على برعي اللي بيشتغل عنده يتجوز اختي الكبيره، هيقوم مش هيوافق ان بنته اللي بيحبها تتجوز ضابط بوليس؟ مهم انت هتعلق الدبوره الثانيه امتى؟ وانت مين قالك ان انا هروح معاك الشقه دي تاني؟ هتيجي لو عايز اقطع لك رجلين سالم اخوكي من هناك هقطعها لك. وتقطعها ليه؟ انا ايه اللي هيوديني هناك تاني؟ عشان نتكلم في هدوء يا ورد. انت ما بتقعدش هادي خالص يا فتحي، لعلمك بقى انت مش هتطولني غير بالحلال، يعني نجوم السماء اقرب لك مني. اوعى بقى اتاخر. استني بس استني يا ورد. انت عايز الحاج يشوفني وبعدين يبهدلني؟ جرى يا فتحي، هو انت لا منك ولا كفايه شرك ولا ايه؟ انا مش فاهم انت بقيت حماقيه كده ليه؟ ما تسيبيني اكمل كلامي معاكي. انت لحد دلوقتي ما بنيتش ريقي بكلمه واحده، اللي عمال تقوله تعيده تقوله تعيده. حاسب بقى ما تعطلنيش. خلاص بقى يا ورده خلاص، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس اخد شهادتي الاول. وانت يا اخويا باين لك نجاح ولا شهاده؟ احنا كلنا من ساعه ما وقعنا على الدنيا دي واحنا شايفينك يا اخويا تلميذ. لا 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 خلاص، اوعدك اوعدك انا لازم اخلص، لازم اخلص عشان الحته القمر دي. خلاص لما تنجح بقى وتاخد شهادتك، بس يكون في علمك انا كل يوم والتاني بيجي لي عريس انا احمل اللي قبليه، وانا اللي بقول لابويا لا لما اشوف اخرتها معاك. ايه يا سي فتحي؟ اوعى. يا لهوي على الحته. الله يخليك، الله يبارك. افتحي الباب يا دوسه. ازيك يا دوسه؟ ازيك يا ماما؟ قبل مروه يا ماما. يا شيخ يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا حبيبتي، وحشتيني قوي. انت فين يا بنتي من ساعه اخر مره ما جيتي تطمني عليا وانت قلتي عدولي؟ انا فعلا ما باجيش، بس والله العظيم بطمن عليكي وببعت لك السلام دايما مع علاء. ربنا يخليكي يا حبيبتي، انا فرحانه قوي من قلبي لعلاء. ربنا يفرح قلبك يا رب. بنت اصول بصحيح. هو علاء هنا؟ طبعا هنا قاعد مع ابوه جوه، هندهلك عليه حالا. يا علاء. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. مروه باشا بحالها عندنا. يا اهلا يا اهلا يا الف مرحب يا بنتي. يا اهلا وسهلا. مبروك. أهلاً وسهلاً. يا عم الله يبارك فيك. هو مفيش مبروك يا علاء، ما تيجي نقعد. طب اسيبك انا بقى يا حضره الضابط واروح اخلص شغلي، وانا هشوف الستات اللي عندي. مش بقول لك ايه، تيجي نقعد هنا. بقول لك ايه، ما تيجي نخرج. اجي معاكم. لا نخرج ايه، والناس اللي جايه تبارك دي فعش. طب بقى يا ابله مروه روح اجيب لك بقى كوبايه شربات. ميرسي يا دوسه. النهارده عايزين انا وانت نبقى لوحدينا. ها علقت الدبوره الجديده؟ طبعا. اخس عليك، انا مش قلت لك ما تعلقهمش؟ دول هيبقوا هديتي. ما انا كان لازم اروح الوزاره رسمي النهارده عشان كان عندي شويه اجراءات اخلصها. طب انا على العموم جبتهم معايا. يا اهلا وغزاله، انتوا نورتونا النهارده. ما تخشوا تقعدوا جوه بدل ما انتوا واقفين كده. بقول لك ايه، ما تيجي تعلق يوم تاني. نورتوني والله النهارده. اهلا وسهلا بيك. دي مروه هي وعلاء في حكم المخطوبين. يا اهلا وسهلا، نجي لكم دايما في الفرح. بالف سلامه يا حبيبتي، نورتوا. ربنا يهدي صدرك يا علاء يا ابني انت مالك يا بنت روحها جايه كده عامله زي الخاله الكدابه؟ عملتي لي برومه في دماغي. لو عندك حاجه قوليها وخلصيني. ممكن يا ست الكل اخد رايك في حاجه؟ خدي يا حبيبتي، ما تاخديش ليه. لو في انسان كويس متقدم لي وانا موافقه عليه، بس يعني لسه في بدايه حياته
واهله على قدهم. تفتكري بابا هيوافق؟ والانسان ده انت تعرفيه كويس؟ ايوه يا ماما. ايه زميلك في الكليه؟ لا بس قريب واحده صاحبتي. على العموم يا مروه انت عارفه يا حبيبتي ابوك بيحبك قد ايه، وكل اللي يهمه في الدنيا دي مستقبلك ومصلحتك وسعادتك. متهيألي احنا مش محتاجين لحد غني، بابا يعني والحمد لله عنده ثروه كبيره. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اه يا حبيبتي الحمد لله رب العالمين. المهم الشاب اللي انت بتقولي عليه ده يكون طيب وابن حلال ومش داخل على طمع. لا داخل على طمع ايه، ده انسان مهذب وعنده كرامه وعزه نفس. بجد؟ قولي لي بقى بتاع عزه النفس ده ناوي يتقدم لك امتى؟ يعني كده بعد كام شهر. يا سلام، وماله مستعجل قوي بعد كام شهر؟ الله، هو انتوا بنت مش متفقين؟ ما يتقدمش دلوقتي ليه؟ يا دوب يا ست الكل قبل ما يجهز نفسه يكون مستعد. يبقى لازم الواد اللي هي جايباه ده واد من عيلة اي كلام، عشان كده رفضت الناس وولاد الناس اللي انا جايبهم، علشان واد هو وعيلته الفقر اصحاب. يا حاج، هو احنا محتاجين حاجة؟ ده احنا الحمد لله مصطرين وكويسين، ولا انت بخلي البنت محتاجة حاجة تفضل؟ وبعدين يا اخويا المهم ان الواد اللي متقدم لها ده يكون كويس وابن حلال وبيحبها وحيشيلها جوه عينيه. وانا يعني مستني من وراها حاجه؟ انا بس خايف تكون عارفه واد حلال دي بيجري وراها عشان خاطر فلوس ابوها. انا عايزه يكون عايزها لذاتها مش عشان فلوس ابوها. يوه، انت عايز تبيع بنتك يا ابراهيم؟ اعوذ بالله، ابيع بنتي ايه وانا محتاج؟ انا ربنا الحمد لله مديني من واسعة. انا بس عايز اضمن ان الواد لما يتجوزها يعيش عيشه مظبوط ويحطها جوه عينيه. يا اختي شوف انا بقول ايه وانت بتقول ايه. بتقول ايه يا بيك؟ يا حاج بقول لك ان البت موهت لي كده في الكلام ان الواد اللي متقدم لها ده على قد حاله. تقوم انت تقول لي ذهب ايه وابصر ايه ومدرك ايه؟ دي حتى قالت لي ان هو مش قادر يتقدم اليومين دول عشان مش جاهز، لسه مستنيه لما يحوش له قرشين. خبر اخبر. وبعدين يا بهيجه، ده صار بنت بنتك دي ناويه توقعنا وقعه غبره مع ناس ما لهمش لازمه من اصله. يا البت دي ما قالتلكيش الواد ده بيشتغل ايه؟ يا اختي تصدق يا حاج ان انا نسيت اسالها؟ اصل انا يا اخويا لا مؤاخذه كنت قاعده بقور البتنجان عشان اعمل لك المحشي. بس هيكون يعني بيشتغل ايه؟ وزير الصحة، تلاقيه موظف على قد حاله وبيقبض له كم ملطوش. على كل حال كأننا ما نعرفش حاجة أبدا. خلينا نصحين ونستنى كده أما نشوف الحكاية دي هترسى على ايه. ما عرفتش فتح أخويا لما ياخد الشهادة هيعمل ايه؟ قلتلك أبوك راسه ألف سيف عاوز يزرعه في المجلة. ما هو لو هيزرعه في قار الخشب بركة يا جامع، لكن لو ما عارفين انه يزرعه في قار الصمت ساعتها بقى الواد هيتمريس عليك وهيبقى لا روحنا ولا جينا. انت بتحلم يا حميدة ولا ايه؟ يزرعه في قار الصمت ده ايه؟ هو اي حد كده يخش قار الصمت على طول ويشتغل؟ شغلانة كبيرة يا حميدة. وبعدين الواد اخوكي ده واد دلوعة بتاع بنات، وامه حطاه على حجرها كده وبتخاف عليه من الهوا الطاير. هات من الاخر، هيشغله في قار الصنف ولا لا؟ طبعا لا، وعمره ما هيتعلم قار الصنف ولا عمره كمان هيتمارس على برعي، لان انا اللي هشربه قار الصنف شفطه شفطه وموت بقى يا حمار عبال ما يتعلم. وانت تفتكر ان هو هينجح السنه دي؟ ده واد خايب بياخد السنه في سنتين، مش فالح زي اخته مروه. بنت يا ودني الارنب، امي فين؟ اهي بسلامتها. ايه ياما ياما ياما، نجحت ياما، نجحت نجحت. وانت يا فتحي بتتكلم بجد ولا شويه قلبان دم بتوعك زي كل سنه عشان تاخد لك شويه فكه؟ نجحت ياما واخدت البكالوريوس. فتحي خدت البكالوريوس؟ ايوه يا حبيب قلبي. الف مبروك. سخرتي يا ودني الارنب، واقفل الباب. واختك يا اخويا عملت ايه؟ نجحت نجحت وجابت امتياز كالعاده. الله اكبر، 55 بقال العاده. وسخرتي يا بنت سخرتي. خير فيه ايه؟ نجحت نجحت يابا، نجحت نجحت يابا. مبروك يا ابني يا حبيبي، الف مبروك. طب الحمد لله، الحمد لله، شكرا ليك يا رب. والبنت اختك عملت ايه؟ نجحت طبعا.
جابت البريمو زي كل سنة؟ امتياز امتياز يا حاج. طب الحمد لله، ألف حمد وشكر. والله أنا يعني البنت دي مستخسرها بهيجة، يعني بنت زي الشربات وزي القمر، وبعدين بنت إبراهيم العقاد، وهي خدت الحقوق وطلعت البريمو زي كل سنة. خسارة دي نجوزها لأي واحد والسلام كده. إيه ده؟ أنتوا عرفتوا مروة هتتجوز مين؟ لسه يا وادي يا فتحي معرفناش. ما تقلقوش، البنت مروة دي دماغها مية مية، وأكيد هتنظر على عريس لقطة إن شاء الله. بهيجة جابت لي بقى الشربات، لأن أنا هخلي الولا برعي يبعت لك شوية من الرجالة يسقوا الحي كله، وهنذبح كمان عجلين، والليل نعمل ليلة لأهل الله. ربنا يخليك لينا يا حاج، عمرك أطول من عمري يا أخويا، والله لسه كنت هقول لك عايزين نعمل كده، بس أنا خايفة من عينين مراتك اللي اسمها فوزية دي. أما تعرف إنه عيالي الاتنين نجحوا وخدوا الشهادات هتفضل تشب وتلب وتشيط في روحها كده، ومش بعيد يا حاجة تيجي ترملنا حاجة هنا في البيت. يا ولية اتكلي على الله. إيه يا أما، أنت لسه الحرب الباردة اللي ما بينك وما بينهم دي شغالة ولا إيه؟ الله يخيبك يا فتحي، حرب باردة؟ بيجيب الكلام ده منين؟ هو في حرب باردة وحرب سخنة؟ بقول لك إيه؟ اعملي حسابك إن أي حد في العيلة هيعرف إنهم نجحوا هيجي على الغدا عشان يهني، فعمل حسابهم في الغدا. حاضر يا اخويا. وانا هنزل بقى دلوقتي اصلي ركعتين لله في سيدنا الحسين، وادعي ان ربنا يهديك عشان تبقى راجل. يا حاج وانا مش راجل ولا ايه؟ بصراحه ربنا انت لحد دلوقتي نص، لغايه ما تنزل تقعد في المغلق وتمسك تجاره ابوك، ساعتها تبقى راجل كامل مكمل. عن اذنكم بقى، انت مالكش حجه دلوقتي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ويجيبك لينا بالسلامه يا حاج. ايه يا واد مالك محجر دماغك كده؟ زعلت من كلام ابوك؟ عنده حق، لما تنزل وتقعد مكانه في المغلق هتبقى راجل وسيد الرجاله كمان. مغلق ايه يا اما؟ مغلق ايه وشغل ايه بس؟ بقول لك ايه، ايه شوفي لي قرشين معاكي عشان الليله دي مكلفه محتاجه مصاريف. فين ستك يا بت؟ مين يا بت يا شوقيه؟ انا يا نازك يا حبيبتي. اهلا 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 بيك يا روحي. ده ايه النور اللي طلع عليا ده؟ اهلا اهلا اهلا. اتفضلي يا حبيبتي. اه والله حبيبتي استريحي. يريح قلبك يا نازك، اصل يا اختي البت اللي عندي سمعت زغاريد جايه من ناحيه بيت بهيجه، قلت اجيلك يمكن تكوني عارفه حاجه. لو حياتك ما اعرفش حاجه، بس تكونش البت مروه جت عريس، ولا يمكن تكون وافقت على العريس اللي جابه محسن جوز بنتي. ايه يعني ما قلتليش على الموضوع ده قبل كده يا نازك؟ حتلوي جوزك من اولها. ها من اولها الحكايه لسه ما تمتش. وجنسه ايه العريس ده؟ سعاد بتقول انه ابن ناس اكابر ومستعد يلبي كل طلباتها. حين عليك يا بطه يا بنتي، وعيتك طلعت وقعه سودا. مش قوي كده يعني، ما البنت ما وافقتش والجوازه ما تمتش. البنت دي يا اختي مالها طالعه في العلالي قوي كده، وفاهمه نفسها شملوله ودخلت الجامعه. اه هي امها اللي عماله تزقها عشان تفرسنا. بس كلمه الحق تتقال. اه تتقال، البنت شاطره وبتطلع الاولى كل سنه. اه يا اختي ما هي بهيجه هي وعيالها نجمهم دايما في العالي. مش قوي يا اختي. اه مش قوي، ما الواد اخوها مش طالع له، بياخد السنه في سنتين. وهو يعني هيعمل ايه بالعلام؟ ما كل اللي عند ابوه في عيبه. انما احنا برضو معرفناش الزراغيط دي سببها ايه. يا اختي وانتي تعبه نفسك ليه؟ نتصل دلوقتي ببهيجه ونعرف ايه الاخبار. اه الاخبار. وتتصلي ببهيجه ليه؟ ما تكلمي براهيم. براهيم وهو براهيم يبلي ريق عطشان عطشان، هيقولي مش فاضي مشغول. ده وقت تتكلمي فيه يا ولية. يا ولية. اه يا ناري من الولية بهيجة دي، قدرت تقلبوا علينا بعد ما كان رجليه رايحة وجاية علينا. ها حبيبتي ما قلتليش نويت على ايه؟ مش انا اللي نويت، الكلية هي اللي نويت. ايه هيعينوكي معيدة؟ ايه ما استاهلش. لا بالعكس، ده انت المفروض يعينوكي عميدة على طول كده اهو، خبط لازم. وهنروح بعيد ليه؟ انا لو مكان رئيس الجامعة اصدر قرار بتعيينك فورا. لا قوليلي انت عملت ايه لبابا وماما؟ بيحبوكي جدا، خصوصا بابا بيدعي لك ليل مع نهار. ابوك ده انسان عظيم. اتنين برتقال لو سمحت. عايز اقول لك الراجل اللي على قد حاله ده معتز بكرامته قد ايه،
ده رفض يجيب لي واسطه لما حبيت اخش كليه الشرطه، وقال لي لو ليك نصيب فيها مفيش حاجه في الدنيا هتقف في طريقك. وما قالكش ده بالنسبه للجوازنا؟ عارفه يا مروه، جوازنا ده انا حاسس انه اصعب من دخولي كليه الشرطه نفسها. ما انا حكيت لك على دار بيني وبين ماما. وماما حكت لباباك على الموضوع ده؟ ماما ما تخبيش اي حاجه عن بابا، وبعدين بابا ما اتكلمش قال اي حاجه يبقى موافق. هما مش بيقولوا ان السكوت علامه الرضا؟ طب وهي فتحت الموضوع معاكي تاني؟ لا. ولا لمحت بيه خالص؟ ابدا. يا خوفي يكون ده السكون اللي قبل العاصفه. اصلهم مشغولين بموضوع، انا عارفه ان الموضوع ده اهم موضوع في حياتهم. موضوع ايه؟ مشكله اخويا فتحي. ماله فتحي؟ مش نجح وتخرج والحمد لله؟ نجح، ما هي دي المشكله. مش فاهم. اصل بابا عايز فتحي يشتغل معاه، وفتحي كان واخد الدراسه حجه، وادي الحجه خلاص خلصت، وانا بقى مش عارفه الموضوع ده ممكن ينتهي على ايه بالظبط. قولي لي يا ورده، اعمل ايه في موضوع الشغل مع الحاج في المغلق ده؟ وبعد ما تشتغل هتعمل ايه؟ هعمل ايه يعني؟ يعني بعد ما تشتغل هيبقى ناقصك ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه بقى كده؟ انا مش فاهم انت عايزه ايه. يعني الواحد بعد ما بيخلص عليه ويتوظف بيبقى ناقصه ايه؟ الجواز طبعا. اه هو ده قصدك؟ هو ده بس اللي بتفكري فيه؟ قلت لازم انت اللي تقول. معلش يا حبيبتي، معلش، دماغي اصلها مدوشه بالموضوع بتاع الشغل مع ابويا ده. انا لو منك تسايسه يعني تجاريه وتحطه تحت باطك. يعني ايه؟ يعني اروح اشتغل مع ابويا في المغلق؟ وهو الشغل مع ابوك وحش؟ طب ده حتى بعد عمر طويل كل حاجه تبقى بتاعتك انت. ايوه حبيبتي، بس انا ما بحبش الشغل في الخشب ولا افهم فيه اي حاجه. خلاص يا اخويا، روح قول له الكلمتين دول وهيدقني اهو لو كان يوافق لك على حاجه ولا يديك ملايين. ايوه ماما. مالك واقفين كده ليه؟ مروه ايه بتدبر مؤامره؟ ما هو اصل ورده كان عندها كده مشاكل في الحاجات ومشكله كبيره قوي قوي يا مروه. تقوموا تقفوا على السلم تتكلموا فيها؟ اصلي كنت نازله من فوق يا ست مروه، وقلبي كان مكسور كده وكنت مخنوقه، ففتحي شافني على السلم قعدت اشتكي له. باذنكم انا هروح المغلق احسن ما قدر الحاج يستعواني. الحكايه باين عليها جد. عمري حكايه ايه؟ حكايه غرامي. بقول لك ايه، اوعي تكون فهمتينا غلط، انا قابلتها بالصدفه. طب ومالك فيك ايه؟ البنت حلوه وتستاهل، ولا عشان يعني غلبانه؟ يا مروه انا لسه قايل لك اوعي تفهمينا غلط. بالعكس انا فاهمك صح، انت ناسي ان انا دلوقتي محاميه، بس انا هحتاجك قريب في قضيه وعاوزك تقف جنبي فيها. ايوه، ما انا قضيه. ليه يا مروه؟ يعني قضيه كده تشبه قضيتك، بس هناك فرق. يا دين النبي يا ابني يا حبيبي، ده قضيته فيها اعدام. يابا لا اعدام ولا حاجه يابا، ده حتى الشغل فيه اضمن واخف من الحشيش، وزي ما قلت لك مكسبه الطاق ثلاثه. يا ابني ابعد عن الشغل في المدعو ده. ما تجمد بقى قلبك يابا، عايزين نطلع لفوق فوق قوي. لا اله الا الله، ما احنا كده كويسين والحمد لله. يعني عاجبك الشغل في الحشيش؟ ما بيجيش وراه الا القلق، ولا عايز نعرض نفسنا على طول للخطر كده؟ او انت المثل بيقول لك يابا ان سرقت يسرق جمل. وفكرك الحاج هيوافق؟ وهو ماله؟ ماله يعني ايه؟ يا ابني احنا كلنا عايشين في حماية وبنشتغل تبعه، والبضاعة بيجيبها لنا من بره. العقاد ما بيفهمش في شغل البودرة ولا بيطيس ريتها. هو حر. يعني ايه هو حر؟ عايز نخرج عن طوعه؟ ما نخرج عن طوعه، هو هيعمل لنا ايه يعني؟ أنا مش فاهم ليه بتخاف من الراجل ده قوي كده؟ أنا ما بخافش من حد. كل الحكاية إن أنا الراجل ده بحبه وبعمل له حساب، لأنه ياما واقف جنبي وساعدني. آه، ودبسنا في جوازة بنت مدني، مش كده؟ أنت ما تصورش قد إيه أنا مخنوق من الراجل ده. بصراحة بقى الراجل ده ما غلطش في حاجة، أنت اللي غلطان يا سمير. ليه يعني؟ هي كانت بنته ولا من بقية عيلته يعني؟ أما جات لي حتة دين فكرة. فكرة إيه؟ فكرة تخلينا ناخد العقد تحت بطن. تقصد إيه؟ هو مش عنده بنت لسه ما اتجوزتش؟ البنت اللي اتخرجت من جامعة من قريب وعمل لها وليلة لما نجحت. قصدك بنت الست بهيجة؟ مظبوط. لا انت بتفكر في ايه؟ تكونش فاكرها زي بنت المدني؟ لا يا حبيبي شيل الافكار السودا دي من دماغك، لسان قسما بالله العظيم الحاج ممكن ينسفنا نسف. بنت مدني ايه بس يابا؟ انا قصدي بالحلال.
تتجوزها؟ ها ايه رايك؟ بس يا ريت هو يوافق. وما يوافقش ليه؟ ما هو مجوز بناته التانيين لولاد تجار صحابه وصحابك برضه. بص انت يا ابني بصراحه بعملتك السودة دي مع بنت مدني تخلي الراجل برضو يكش منك وجايز يرفض. وانا الحقيقه بقى بيني وبين الحاج مصالح ومش عايزه يقفش مني. يابا ما تنساش ان احنا نفذنا له كل اللي امرنا بيه، واكيد هو عارف برضو اني هطلع البيت اول ما تخلف على طول، يعني كده هو المديون لنا بجميله. انت بدك ايه بالجوازه دي؟ كده يبقى سيدنا في دقيقنا واقدر اجر الحاج للشغل في البودره معايا. ما تقول لي يا ابني انت رسيت على ايه؟ دلوقتي اختك هيشغلوها في الكليه بتاعتها معيده ولا ايه؟ انت نويت تعمل ايه بقى؟ يو يعني هيعمل اي حاجه؟ قال على راي المثل الواد هيسيب شغل ابوه للغرب يمسكوه. بهيجه سيبيه هو اللي يقول بنفسه، ده مش صغير، ده كلها سنة ولا اتنين يتجوز ويفتح بيته ويبقى مسؤول. خلاص يا حاج. وإيه اللي خلاص يعني؟ أنا موافق إن أجرب الشغل في المغرب. ما أنت جربت ونزلت يا ابني. أيوه يا حاج، بس ساعتها يعني أنا كنت حيالله قاعد مكانك بس في المكتب لغاية ما تيجي، وبصراحة كده يعني أنا ما كنتش فاهم حاجة. يو جرأية يا فتحي. اللي انت مش فاهمه واللي انت مش عارفه الحاج ابراهيم يعرفه لك ويفهمه لك يا ابني. على كل حال انا قلت البرعي يفطمه على كل حاجه وهو مش هيكسب في البرعي. كلام موزون يا حاج اللي انت شايفه، بس سيبوني فتره كده لغايه ما اجهز للشغل. خلاص ماشي، شوف لو كنت عايز تستريح وتسافر اي حته روح وخد الفلوس اللي انت عايزها كمان. لما اشوف يا حاج، انا بس عايز اعمل لك اللي انت عايزه، مش عايز ازعلك. ربنا ما يجيب بينكم زعل يا حبيبي. الله، انت عارف يا فتحي كل اللي يهم ابوك في الدنيا دي سعادتك ومصلحتك وبس. وانا عايز افهمك حاجه مهمه، انت لو علقت في الشغل وحبيته فعلا وبدات تحط دماغك فيه، انا هعمل يافطه كبيره قوي على المغلق اكتب عليها تجاره اخشاب ابراهيم العقاد وولده فتحي. ولو عايزني اشيل اسمي من اصله واسيب اسمك لوحده، والله يا محبب على قلبي ده انا افرح قوي. لا يا حاج انا مرضاش بكده، انا اسمي هيبقى كبير طول ما هو جنب اسمك. اسم الله عليك يا حبيبي، يا رب يكملك بعقلك وما يدخل بينكوا عدو ابدا يا رب. يلا هيم شويه يا اخويا، يلا يا جدعان ورانا طلبيات تانيه عايزين نوردها. الله الله، يلا يا ابني. السلام عليكم يا مرعي. اهلا معالي مطاوع. اهلا اهلا، الحاج فوق؟ ايه البضاعة ما وصلتش ولا ايه؟ لا الحمد لله وصلت وكله تمام، بس انا اصلي عايزه موضوع خصوصي كده بيني وبينك. فوق يا حاج اتفضل اتفضل. بس بقول لك ايه؟ نعم. ما تخليش حد يعتب علينا فوق. ماشي. حضر لك القهوة؟ حضر القهوة دلوقتي وخلي الشربات اللي بعدين بقى. شربات؟ ايه الحكاية؟ انا هشغل دماغي ليه؟ يا خبر النهارده بفلوس بكره بقى ببلاش. يلا يا ابني خش في الموضوع على طول يا مطاوع. احنا اصحاب بقالنا قد ايه يا حاج؟ يا سلام، اكتر من 30 سنه اهو. طب بذمتك عمري رفضت لك طلب ولا كسرت لك كلمه؟ ما بلاش لف ودوران يا راجل، انت قول لي على طول انت عايز مني ايه؟ بصراحه كده يا حاج انا طالب القرب. القرب مني انا؟ انا منى عيني وحياتي يبقى زيتنا في دقيقنا. انا مش فاهم حاجه. انا جاي اطلب ايد بنتك لابن سمير. بنتي؟ بنت مين؟ ما انت عارف ان كلهم متجوزين. اسم الله عليهم، ربنا يبارك لك فيهم يا حاج. انا قصدي اللي لسه بنت بنوت المحروسه بنت الست بهيجه. اه قصدك مروه. اسم الله عليك يا ريت يا مطوع. انت عارف انا بعزك وبحترمك قد ايه، وبعدين الواد سمير ابنك ده انا بعتبره زي فتح ابني بالظبط. بس ما تاخذنيش يا حاج، انا عايز اقول كلمتين. اذا كان الواد سمير غلط فهو زي ابنك زي انت ما بتقول، وانت صلحت له غلطه. وبعدين تطيش شباب، اللي حصل ده كله طيش. وبعدين الحمد لله كل الحكايه كام شهر والمت هتولد وكل حي مننا يروح لحاله. اوعى تفتكر ان هو ده السبب
اللي مخليني مش عايز ادي البيت للواد. هو في سبب تاني؟ ايوه في. انتوا اصلكوا جيتوا متاخرين طبعا. هو في حد متكلم عليها؟ في للاسف يعني طبعا. بس احنا ما تاخذنيش يعني ما سمعناش حاجه. انت عارف الحاجات دي بتبقى في الكتم في الاول لغايه ما